فكنت لما أنحني علشان أصك الجوتي عندي نفس الكهرباء في ظهري. وبعد ما استوعبت وحزتها ما كنت أقدر أمشي سيدة، يعني إذا أمشي كأن في قوة تجرني يمين أو تجرني أترنح. اقترحت على روحي اقتراحات وايد، ألا لازم تمشين أكثر، ألا لازم تاكلين أكثر، إلى أن قلت خلاص لازم أروح الطبيب. ولما رحت حتى ما اضطر أنه يأخذ من عندي رنين، قال لي هو for sure تصلب متعدد، بس الحين why not أخذي رنين لما لا. يعني وقتها كنت أعتقد أني أنا قاعدة أكون شخص واقعي، لأن الدنيا مو مكان واجد لطيف، الأرض مو مكان واجد لطيف، وأشياء سيئة تحدث. الآن قاعدة أشوف أن أنا كنت شخص يخلق واقع. ما صادني تصلب متعدد لأن أنا كنت أحتاج دواء معين وأنا جسمي ما حصله، مو هذا السبب اللي أنا صادني. مرحبا، مثل ما الكل يعرف إن الحياة رحلة، وكل مشوار في هذا الرحلة حقيقة يبدأ وينبع من فرصنا ومن التحديات اللي نواجهها. في ناس يتعرضون لحادث، في ناس يصابون بمرض، وفي ناس يتعرضون لعقبات كثيرة في هذه الحياة، سواء كانت شخصية مجتمعية أو حتى تخص الحياة بشكل عام. اليوم مع رحلة جديدة ومشوار جديد مع دكتورة آلاء طارق، ونشوف شنو واجهت وشنو شافت وشلون نقدر نستفيد من هذه الرحلة. أحياناً كثيرة لما أحد يجي بيتنا يقول بأن البيت، يعني البيت وايد فيه عمل، فيه وايد سعي. يعني الحمد لله هاي من الثقافات اللي الوالد والوالدة أسسوها في البيت، وأنا وايد سعيدة فيها، وأحاول أني أنا حتى أنقلها حق الصغار، يعني بنتي وبنت أختي وبعدها. فمعناته أن الوالد والوالدة أيضا عندهم مشاركات وعندهم مجالات يقطون فيها، وهذا موجود يبدو من صغركم وتربيتوا عليه. نعم، إحنا ما عرفنا أي بيئة ثانية. أوكي. يعني إحنا ما شفنا، أكيد شفنا من الناس اللي حوالينا، بس في بيتنا ما، يعني البيت أبدا ما كان متمحور حول نفسه أبدا. يعني ما كان مثلا من البيوت اللي أوكي الموضوع الأساسي هو شنو بناكل، شنو بنشرب، وين بنروح، وين الإجازة. دائما كان الثيم الأساسي أوكي شنو الدورة اللي بنقدمها، شنو العطاء اللي بيصير، شنو المبادرة اللي راح نبدأها. هو هكذا، يعني الوالد والوالدة هم أسسوا هذه الثقافة وإحنا كبرنا فيها. يعني مثل ما تقولي لأن ما يكون جزء الأساسي هو شنو بناكل أو إيش راح نشرب ولا شنو راح نلبس وين راح نروح. اللي راح يكون ركز أكثر هو ماذا سنعطي، ماذا سنلهم الآخر به مثلا. فأتوقع كان في ناس داخلة، ناس طالعة عليكم في البيت. أتوقع كان في حتى المواعيد يمكن زاخرة بناس معاكم. الحمد لله شارك أو من الناس اللي كانوا جزء من هذه الرحلة. الحمد لله. الحين الوالدة عندها غرفة تدريب داخل البيت. فجزء من حجر البيت غرفة تدريب متكاملة، يعني لأنه وايد في مجال إنه يتم العمل، وإحنا وايد ممتنين. يعني أنا وأختي هو مو شيء إحنا سويناه حق روحنا، إحنا شيء نعطى لنا كهدية، إن هاي النوع من الثقافة إحنا نعطت لنا وكبرنا فيها من يوم إحنا صغار، فإحنا واجد نشعر بالامتنان لذلك. فالحين بنتش صغيرة تشوف هاي الغرفة وتشوف إن الجدة قاعدة تمارس هذا الدور. هي ودائما يقتحمون. هي وبنت أختي دائما، يعني الوالدة وجهت لهم دعوة غير رسمية وهم أخذوها على محمل الجد. والحين دائما يحبون يروحون، ونص الدورة يحبون يسلمون على الجميع ويبوسون الجميع، النساء طبعا. بس هذا أثر كثير علي دكتورة. يعني لما الطفلة تدخل هذا المجلس وتشوف هذه اللمة وهي مو فاهمة شو السالفة، تكبر هذه الصور راح تكون مطبوعة. ما أدري ليش أشعر إن حتى يمكن والدتش هم بعد كان عندها شيء شبيه، لأن كأنما المشهد قاعد يتكرر. نعم. بين الأجيال. نعم، جدتي الله يحفظها أيضا مؤلفة، عندها إصدارات كثيرة، هي معلمة مدرسة مرشدة وملهمة. فنعم، بس خليني أقول شيء مضحك على موضوع أن ياسمين بنتي تتعود. في فترة أنا ما كنت أعيش في البحرين، كانت ياسمين أوقات كثيرة تكون مع الوالدة، فعندها صور أن الوالدة قاعدة تقدم دورات وياسمين في إيدها، عمرها أشهر أو سنة، وهي واقفة تقدم الدورات وياسمين. نعم، أذكر مرة كانت الملكة رانيا شاركت واحد من المؤتمرات، وكان ولدنا رضيع، كانت تحمله وهي وقع الكوديو بتقدم، فكان يدي أعطي صورة جميلة حقيقة. إلى أن المرأة تقدر تواصل أدوارها وهي بكل الظروف،
فالوالدة الله يحفظها وهي جدة كانت تمارس أدوارها مع رعايتها في بيتها، هذا شيء جدا جميل. أقدر أتخيل مستقبل بنتك أيضا، يعني شوفي وين بتشوف لروحها مجال حتى هي أيضا تعطي، وأكيد راح تعطي لأن نشأت وكبرت في بيئة من هذا النوع جدا. ونفس الشيء أختك أتوقع الحمد لله. تكلمتي عن نشتي ما كنتي في البحرين في مرحلة من المراحل وبنتش كانت، شو كانت هذه المرحلة يعني تأثيرها عليش وشو قضيتيها بشكل عام؟ يعني أنا عموما صار حياتي ترتبت بشكل أني أنا وايد عشت برا في بلدان مختلفة، فكل مرحلة لها طابع معين. المرحلة الأخيرة طبعا كانت جدا قصيرة لأن ما كان لها استدامة، فبس كانت مرحلة صعبة حزتها. أنا ما كنت بصحتي أبدا، كان عندي الأمس وايد صاخب، كنت أحضر دكتورة وكان وايد منهك بشكل غير عقلاني، ما كان منطقي أصلا حجم العمل اللي أنا كنت قاعد أسوي. كنت أشتغل كوربريت بانكينج، كان قطاع البنوك تعرفينه أيضا شلون يكون شكله، فما كان مضبوط. الحمد لله أن ترتبت الأمور من عند الله وترتبت حياتي ويا هالأمور. دي الرحلات اللي أو الفترات اللي قضيتيها برا البحرين، شو كان تأثيرها عليك بشكل عام؟ يعني خلينا نقول شو كان يدور بصناعة دكتورة آلاء اليوم هذه الرحلات؟ وأكيد كل رحلة منهم كانت تختلف اختلاف جذري عن الأخرى، منطقة مختلفة، تعرفتي على ناس مختلفين، مارستي أدوار مختلفة، فشنو كان أثر هذه الرحلات على شخصية دكتورة آلاء اليوم؟ يعني وايد أنا حين عندي الآن مشاعر متضاربة على الخيارات اللي أنا سويتها في السابق. من ناحية لما الواحد يسافر ويعيش برا فترات إلا ما يكتسب تجارب وإلا ما يكتسب أبعاد مختلفة، نظرات مختلفة، بتصير لما مواقف يصير عندي الحين أنا قصص مضحكة كثيرة أقدر أشاركها. فأنا ممتنة حق الحصيلة اللي عندي. لو عاد بي الزمن ما كنت بسوي هذا كله، لأن أشعر أنه رغم أني أنا اكتسبت وايد بعد خسرت واجد أشياء كانت ممكن أنا أبنيها وأنا مستقرة، لأن البناء يعني دائما يحدث في الاستقرار، الإعمار دائما يحدث في الاستقرار، الإعمار الفكري، الإعمار الذهني، يعني أن الواحد حتى يتعمق في أشياء يبي يقدمها حق مجتمعه يسوي أكثر في الاستقرار. فالحين أنا أأمل وأطمح أن يعني يمكن الحصيلة اللي حصلتها تسوي لي شوية سبيد، حركة أسرع، أأمل ذلك. بس هو مو شيء أنا واجد أنصح فيه النمط الحياة هذا. طبعا يعني أعتقد وأتوقع الأغلب يضطر لهذه عملية التنقل وليست خيارا الأول. يعني دائما نقول الراحة وأني أكون في بلدي وأمن حياتي بشكل أفضل وأهلي حوالي وأحصل كل الدعم اللي ممكن أحصله من المجتمع اللي نشأت فيه، دائما بيكون الخيار الأول. لكن لما ألجأ إلى خيار آخر وهو الهجرة أو العيش خارج البلد، دائما أو غالبا يكون اضطراري، سواء كان يعني أنشد تطور في الوظيفة أو الآن أو يمكن ما عندي وظيفة في بلدي أو يمكن الفرص غير متاحة لي في المكان ما أنا موجود لأسباب كثيرة. أحيانا يكون بسبب مثل ما كنا وظيفة، أحيانا البحث عن شيء، أحيانا رحلة تشافي، أحيانا تختلف الأسباب. بس شو الواحد خلينا نقول يقدر ينظر إلى هذه الرحلات أو هذه الظروف الصعبة ويشوف شلون هي صنعت واقع اليوم ومن يكون اليوم. كنا نحب نشوف بعض هذه الوقفات إن وجد يعني، ممكن مثلا تضيفينها، نحب نسمع يعني إذا مثلاً نقول في مكان ما أفكار معينة أو شيء ساعدش تقولين من أنت اليوم. يمكن واحد من المرونة، الواحد يكتسب أكيد مرونة لأن مو دائماً الأشياء مثل ما أنا بيها تصير. ربما إن أنا أخفض التوقعات، يعني أنا ما أعتقد إن أنا شخص وايد مدلل أو أني أنا لازم يكون شيء بشكل معين عشان أكون مرتاحة أو لازم يكون بشكل معين علشان يمشي الحال. هذا وايد يساعدنا في رحلة التشافي لأن هي رحلة صعبة، فإذا أنا كنت وايد مشغولة بروحي وأن أنا لازم الأمور تكون بهالطريقة ولازم أحصل أكل بهالطريقة، وايد صعب. فيمكن هذه الأمور اللي هو المرونة، خفض سقف التوقعات، هذا يساعد.
والتحمل الجسدي إذا واحد لما واحد يعني يكون عايش بروحه واجد لازم يهتم بأموره الشخصية، يعني السيارة تخترب نوديها مثلاً الجراج بروحي، الشوبينج والشراء الأشياء مال البيت لازم واحد يشتريها ويجيبها يصعدها لحاله في البيت، فبعد شوية يعودنا على الحياة. احنا حيني في البحرين وايد نعتبر روحنا مدللين، السيارة تودينا كل مكان، الأغلب عنده مثلاً عاملات منزليات في المنزل، العائلة تساعد بعض، فهناك شوية واحد يضطر إنه يكون على رجول روحه يعني أكثر. جميل جميل أمل. نعرج شوية على بدايات اكتشافك إلى وجود الحالة الصحية المرضية اللي كنت تعاني منها، وماذا كانت في مراحل السفر ولا كانت وانتي هني، وشي يعني خلينا نقول بداياتها شو كان تأثير عليك؟ أي يعني بتلاحظين القصة وايد مضحكة، لأن أنا كنت إلى مراحل جدا متقدمة من المرض مو مستوعبة. فأول شيء بدأت كان عمري 16-18 سنة في الثانوي، صار عندي تنمل في اليد. وقتها طبعا زرنا الأطباء وكذا، فقالوا لي إن هي حالة لأقل معزولة، فمو لازم نسوي شيء في هالمرحلة، فأنا عبرت منها. وهاي كان أول خطأ أنا سويته، لأن الشيء الطبيعي المنطقي اللي كان يفترض إني أنا أسويه إن لما أشوف بأن الشيء في جسمي مو مضبوط ما أروح أعود إلى نفس العادات القديمة اللي أنا كنت أسويها. كان على الأقل يفترض أني أقول أوكي، على الأقل خليني أراجع بعض الأمور، مثلاً أراجع القلق والتوتر اللي عندي، أراجع الأكل، أراجع نمط حياتي، بس أنا ما كان عندي العلم. فهذا أول عارض أنا عبرت منه وما سويت أي شيء، وكان أعتقد هذه هي البذرة، كان يمكن هذا هو بذرة التصلب المتعدد أو بداية الأعراض. وبعدين كان في أعراض مختلفة هنا وهناك غير مفسرة، أنا بس كنت أصبر عليها وخليها تروح، ما كنت وايد عندي اتصال بجسمي، يعني جسمي يتكلم عنده مطالبات، عنده رسائل، وأنا ولا أدري، ما أدري، مشغولة في أشياء ثانية وأعبر. إلى أن كان في فترة أتذكر كنت حزتها مسافرة برا حق الدراسة الماجستير، فكنت لما أنحني علشان أصك الجوتي عندي نفس الكهرباء في ظهري، وبعد ما استوعبت، فكنت بدل ما أنحني أرفع رجولي، حليت المشكلة بهالطريقة، مع أن هذا كان عارض جاد يعني، بس أنا أيضا كان عندي هذا الانفصال، وأنا الحين من كذي دائما أتكلم ما ينفع أن الواحد يكون منفصل عن نفسه ولا منفصل عن مجتمع ولا منفصل عن أحد، ما نقدر نساعد روحنا إذا إحنا عندنا هاي الانفصال. فأجن أنا ما أدري أن هذا أصلا مرض وهذا عارض، وقلت أوكي عندي كهرباء في ظهري، يلا برفع رجولي بدل ما أنحني. إلى أن صادني يعني عارض وايد أقوى، وبعد كنت في بلد آخر، بعد بلد ثالث، وحزتها ما كنت أقدر أمشي سيدا، يعني إذا أمشي كأن في قوة تجرني يمين أو تجرني أترنح، رجولي كانت أشعر في أنها فيها حرارة كأن فيها نار، حتى ما كنت أقدر أني أنا أستحم لأن الماء كان يعورني، وقوع الماء العادي على جسمي كان مؤلم. وهناك اقترحت على روحي اقتراحات وايد، ألا لازم تمشين أكثر، ألا لازم تاكلين أكثر، إلى أن قلت خلاص لازم أروح الطبيب. ولما رحت حتى ما اضطر أنه يأخذ من عندي رنين، قال لي هو فور شور تصلب وتعدد، بس الحين واي نوت أخذي رنين، لما لا يعني. وأنا كنت أدري شنو هو التصلب المتعدد مع الأسف. كانت صدمة؟ لا ما أدري كانت صدمة أو ما كانت صدمة، خليني أقول لك شيء مثير للاهتمام. سنوات قبل لا يصير عندي هاي التشخيص كان في مسلسل كويتي أنا كنت أحضره، وفي هذا المسلسل الكويتي ما بقول الحين اسمه، كان في شاب مصاب بالتصلب المتعدد. أنا أتذكر أني أنا لما شفت هذا الشاب في هذا المسلسل صار في عندي خوف ورهبة من هذا المرض، كأن خذيت الكاركتر من التلفزيون حطيته داخلي، خذيت الخوف وابتلعت هذا الخوف. هو كان يخاف؟ لا هو كانوا يراون الأشياء اللي تصير له، طبعاً كلها مبالغات وغير صحيحة الحين أنا أدري، بس أنا تخرعت من الاحتمال هذا. فهاي النقطة الأولى، هاي البذور اللي أنا غرستها في ذهني، هاي كانت البذرة الأولى. البذرة الثانية، أنا كان دائماً عندي خوف من ثلاثة أشياء: العمى، الكرسي المتحرك، والنار. حزتها طبعاً الآن خلاص تغلبت عليهم، وسبحان الله إن صار معي مرض
اللي إذا انترك هو ليس قدر، إذا انترك ممكن يؤدي إلى العمى أو مشاكل في المشي والكرسي المتحرك. فهل هي صدفة؟ لا أعتقد أنها هي صدفة. دائما أقول واحد لما يكون عنده اعتلال جسدي ممكن يصير في عنده أي نوع من الأمراض، ممكن يكون روماتيزم، تصلب، عيد الشعر، كانسر، فايبروميلوجيا، أي شيء أحيانا. لكن المرض اللي إحنا ننتقيه ما يكون فقط بسبب الاعتلال الجسدي، إنما يكون أيضا شنو هو الاحتمال المشابه الذهني اللي إحنا قاعدين ندعو إلى حياتنا. فأنا هاي النقطتين، نقطة المخاوف اللي عندي الثلاثة وهذا المسلسل والرهبة اللي أنا شعرت فيها وايد واضحين في ذهني، فأنا وايد عندي سهل إني أنا أربطهم بهذا الاحتمال اللي حصل. سوري نكت عليش؟ لا بالعكس، جدا مستمتعة. أوكي، فإيه المهم صار عندي هاي التشخيص حزتها وبس. قلتي كم شيء دكتورة حبيت إني أوقف عليهم بس ما كنت حابة أقاطعش. أول شيء قلتي نسمع الإشارات اللي توصلنا من أجسامه. أنا قاعدة أفكر وأنتي تتكلمين شلون الواحد بيخطر على باله إن هذه إشارة أصلاً؟ أي. يعني تتكلمين عن واحدة عمرها 16-18 سنة أصلاً مو في عالمها وتبي تطلع يعني تستمتع مع صديقاتها والمدرسة يعني أصلاً ليش يجي في بالها إن في صوت معين قاعد يتكلم معها وهي تحتاج تسمعها؟ يعني أنا قاعدة أفكر في بناتنا، في أبنائنا، شلون إحنا نثقفهم ونوعيهم إن هناك صوت أي موجود. يعني كلهم أعتقد بيشوفون أشياء عارضة وراح يعبرون هذا الصوت اللي يسمعونه. هذه نقطة حبيت إن نوقف عندها وتشوف ما معنى شلون نقدر نوصل هذه الفكرة إلى الآخر. وايد سؤال حلو. أنا حقيقة ما فكرت في إن شلون أقدر أساعد أحد يسمع الصوت الداخلي اللي عنده. أعتقد يعتمد وايد على المرحلة العمرية اللي فيها. يمكن الأصغر مثلا الوالد أو الوالدة عندهم يكلمونهم ويسألونهم كيف تشعر، شنو التغيرات اللي عندك في ذهنك، في جسمك، في روحك. يمكن هاي الأسئلة تساعدهم، يصير عندهم انعكاس. لأن حسيت إنك أنتي تلومين نفسك وأنتي عمرك 16-18 سنة ليش ما كنتي تسمعين صوت التنمل؟ يعني أنا تخيلت أنا بنتي عمرها 16 إذا جهد بالتنمل ليش أصلاً بيخطر في بالها إن هذا الشيء يحتاج التوقف عنده؟ فهذه النقطة اللي أثارتني في الكلام اللي كنتي تقوليه. هو لازم يصير فيه تثقيف. هاي معلومة لازم تنعطى، مو الكل عنده هذه المعلومة. مو الكل عنده المعلومة إن إذا صار في عندك في جسمك عارض استمر لفترة من الزمن، يوم، يومين، أسبوع، هذا مو عادي. هذه المعلومة أعتقد مثلا أنا ما كان عندي، كنت أقول أوكي جسمك إحنا نكح ونعطس وكنت نمل، بس هو ما كان كذي. يعني هاي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية، بغض النظر واحد يحصل تشخيص ما يحصل تشخيص، بغض النظر عن أي شيء، جسمي قاعد يقول لي إن أنا خارج الاتزان. أبسطها أنا أراجع السلوكيات مالتي، الوضعي مثلا، وضع النوم، وضع الاكل، وضع القلق والتوتر، ايش كثر انا عندي تنشن في او يعني ستريس في علاقاتي، ايش كثر انا اشرب ماي، انام من وقت ما انام من وقت، اراجع هالاشياء البديهيه البسيطه. يعني جميل، جميل جدا. اعتقد ان هي وقفه ممكن نبدا منها شيء حتى مستقبلا، ان شلون نسمع الاصوات التي تتحدث الينا من اجسامنا. جدا جميله النقطه. اقول نقطه حنا، سوري، إحنا واحدة من الأخطاء اللي نسويها وأنا كنت أسويها ولا أزال، دائماً قاعدين نتلقى معلومات أو على هيئة موسيقى أو على هيئة محاضرات أو على هيئة كتب مسموعة أو على هيئة أغاني أو على هيئة بودكاست. إحنا من يصير عندنا وقت فراغ حتى لو قاعدين نطبخ نبي نسوي شيء مفيد. أحياناً لازم إن الشيء المفيد هو أني أنا ما أحصل أفكار جديدة بل أوظب الأفكار اللي في راسي. هذا احنا ما ادري ليش ما نسوي. ايه، نبي كله نقتنص الفرص للافاده والاستفاده. ايه، مثل ان انا اكل اكل بس ما اهضمه. ايه، يعني مثلا اكل اكل كاني انا اكل معلومات بس انا ما اهضمها واحطها في مكانها الصحيح. من عندي فرصه فقط ادخل هني يصير في تحدي. والعقل يمكن مو مستعد اليها في حال في هذا الوقت، فتصير جميع ضائع، جهد ضائع. ممكن. جميل. كلمة ثانية أو شغلة أخرى قلتي لي أيضاً هو الاتصال. قلتي لما كانت هذه العوارض تجيش بعدين لما كبرتي كأنما هناك انفصال بينش وبين هذا الجسد، بينش وبين هذه الرسائل اللي كانت توصلش.
وهي اللي خلتك بعدين تفكرين إذا أنا لازم أكون منفصلة عن المجتمع عن المحيط، وكأنما هي في ربطة جميلة صنعتينها من هذا الواقع. ما هو الانفصال؟ ما هو الانفصال الذي تحدثتي عنه؟ شلون نقدر نقول إن أنا أقدر أخلق اتصال بدال الانفصال اللي كنت أعيش فيه؟ إن هذا الاتصال يصنع واقع أجمل، أستطيع أتواصل بشكل أكبر مع نفسي، أي. مع المحيط، مع المجتمع، مع الكون. ممكن تكلمينا أكثر عن هذا الانفصال والاتصال بالمقابل؟ وايد حلوة أسئلتك حنان، بس وايد صعبة يعني، وايد فلسفية. أنا وقفني يعني، قلت لازم ما نكون منفصلين عن هذه الأصوات، فحبيت أعرف شنو رديش. بشاركك اللي يخطر في بالي، يعني هو سؤالك وايد جميل، هو من تجربتك بس واسع، فأنا الجزئية اللي تخطر لي بشاركك فيها. الإنسان يكون منفصل عندما يكون في وضع البقاء السيرفايفل. لما الشخص يدخل في وضع السيرفايفل هنا يكون الانفصال في أوجه، لأن أنا لما أكون في وضع البقاء أنا مو وقت أني أنا أعطي، مو وقت أني أنا أبني، مو وقت أني أنا أهتم بالآخرين، الواحد يصير نفسي نفسي. ومع الأسف إحنا لما نكون في السيرفايفل أو في البقاء تنحصر حتى نفسي نفسي، بعد تنحصر في أن أنا أبي يعني أعيش، وأبي أقدر أني أنا أكل، وأبي حاجاتي الأساسية البشرية فقط. فكأن الواحد ينكمش 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 ويصير صغير، بالكاد هو متصل مع نفسه، لأن ثلاث أربع حاجات تعتبر غير ضرورية في مرحلة السيرفايفل. حاجات الضرورية هي بس أني أنا شلون ما أموت، الأكل، الشرب، أن أنا أكون بخير. الحين التحدي مع الإنسان بأن أشياء لا يجب أن تدفعه إلى زاوية حس البقاء والسيرفايفل تدفعه بسبب الميكانيزم مال القلق والتوتر اللي إحنا عندنا في تركيبتنا. نشوف أشياء بسيطة نفس توتر في العمل، توتر في علاقة زوجية، التوتر في يعني أشياء بسيطة بسيطة تخلي الواحد يدخل إلى هذه مرحلة الانكماش، لأن إحنا الميكانيزم اللي عندنا في جسمنا يعني طريقة تركيبة الهرمونات مالتنا والطبيعة البشرية، هذه الربطة البشرية هذه نتيجتها. فيمكن أول شيء علشان أنا أبتعد عن الانفصال إن أنا أقلل القلق والتوتر عندي، ضروري ضروري. إذا كان شخص وايد ستريس وايد متوتر راح ينكمش، راح ينكمش أقل من روحه. يعني أنا حتى آلاء ككينونة ما راح أنكمش على مقداري، راح أنكمش أقل مني، بس حاجاتي الأساسية بركز عليها. فهذا أول شيء، وأنا دخلت في رحلة كلش كبيرة علشان أعدل موضوع القلق والتوتر عندي، لأنه كنت بوقف عندي حقيقة إيه؟ متوترين كيف نخرج من هذه الحالة؟ وبدأ عندي عندش فيها ضاع فعبر ما خلصين عبرج عليه إيه، يعني هذا بس كنت كتبي أقوله، بأن الانفصال يحدث لما يكون القلق والتوتر واجد مرتفع، الواحد واجد يركز على روحه وما يصير مو وقت البناء والعطاء يصير بالنسبة حقه، وبعد الأولويات لا، لأن أنا إذا كانت أولويتي الآخر بطبيعة الحال أنا بكون متصلة، لأن الآخر هو أولوية عندي، فهي ثقافة أيضا. لذلك دائما أقول الإنسان كينونة، مو بس جسد، جسد ذهن وروح. فأنا شنو أفكر؟ هل أنا الجانب الروحاني عندي واعي إن أنا جزء من الكل، واعي إن أنا متصلة بالله وبخلقاته؟ فنعم، هذا المثلث جسم ذهن روح، على هاي الأبعاد الثلاثة نقدر أعتقد إن إحنا نرفع الاتصال عندنا. جميل جدا، جسد روح وذهن. أكيد تقولين إنه ما كان صادم بالنسبة لش لما تلقيت خبر المرض، بس شلون بدأتي تتعاملين مع فور استماع؟ خلينا نقول بعد ما رحتي أخذتي الرنين، أي. فخلاص يعني الأمور صارت مؤكدة الحين، وأنتي أي. كيف تعاملتي مع هذا الواقع الجديد؟ كلش بسهولة، والسبب إن أنا في ذيك تلك الفترة كنت وايد شخص نكدي، وكله كنت أتوقع الأسوأ صدق. فلما جاء الأسوأ كان كلش طبيعي، يعني هكذا يجب أن تكون حياتي، فليش أصلاً لازم تكون أصلاً، ليش أتوقع شيء ثاني؟ أتغيرت هذه النظرة دكتورة؟ إلى حد ما، مو 100%، إلى حد ما أشتغل عليها. أربعش ساعدت في أن أقول خطوات من التجاوز. أي. جميل. أي. وقتها كنت أعتقد أني أنا قاعدة أكون شخص واقعي، لأن الدنيا مو مكان واجد لطيف، الأرض مو مكان واجد لطيف، وأشياء سيئة تحدث، وأنا كنت أشوف أن أنا قاعدة أكون شخص واقعي. الآن قاعدة أشوف أن أنا كنت شخص يخلق واقع،
طريقة تفكيري هي التي إلى حد كبير خلقت الواقع. أنا مو من الأشخاص اللي يقولون الأمراض تأتي من الذهن والأفكار. الأمراض هي حصيلة أخطاء على أبعاد مختلفة. أنا كان عندي ارتشاح أمعاء، أنا كان عندي خلني أقول مثلاً ربما كل اللي تعرفين عنها كنتين من قبل؟ لا لا، بعدين تعرفت يمكن أنا مثلاً البيئة المعوية عندي ما كانت مضبوطة و فأنا ما أقول إن التصلب المتعدد جاء لأن عندي فكرة معينة. هي عدة أخطاء على عدة أبعاد نتيجتها النهائية هي هذا، لكن كان ممكن بأن هذه الأخطاء نتيجتها النهائية تكون أي شيء ثاني. لكن مثلاً أنا مثلاً عندي كان ممكن تكون أي مرض مناعي آخر. ليش التصلب المتعدد؟ أنا ذهنياً انتقيت هذا الاحتمال بالمخاوف اللي كان عندي، وإلا يعني البيئة اللي عندي في جسمي كان ممكن تولد اختلالات مختلفة. إيش معنى يعني هذا؟ جميل دكتورة، مدام إحنا وقفنا عند الأمس أو التصلب المتعدد، يعني بأقصر طريقة ممكنة ما هو هذا المرض؟ هو مرض مناعي. المناعة هنا تهاجم الجهاز العصبي المركزي على النخاع أو على المخ. ممكن إذا الأحد ما أوقف عن حده وما قننه، ممكن بأنه هو يسبب مشاكل في الرؤية، مشاكل في المشي، فقدان القدرة على التحكم بالمثانة، تنمل، قباض في العضلات. يعني وايد ممكن أنه هو يؤذي الجسم في حال ما حطينا في مكان الصحيح. ويعني هل كل الناس يحطونه في المكان الصحيح أو وما هو المكان الصحيح من وجهة نظر دكتورة آلاء؟ يعني كثير من الناس قاعدة تتعالج منه وقاعدة تقدم جهد حقيقة في هذا الطريق، لكن نرى الأعراض هذه واقعاً وقعت عليهم وتعرضوا لها ولا زالوا قاعدين يزيد. بس هم قاعدين يضعون المكان الصحيح ووضعين المكان من وجهة نظرهم طبعا، ومعطينا الأولوية الكبرى يبدو في حياتهم، ولكن مع ذلك نشوف انه يعني يسيرون في هذا الطريق. فما هو الطريق الصحيح اللي تتكلمين عنه او المكان الصحيح؟ جانب نفسي وجانب يعني مادي يجب ان يعمل عليه الانسان. مثل ما قلنا الثلاثية مجددا، الجسم والذهن والروح، لان حقيقة ما في شيء يتعدل بدون هاي الثلاثية. لكن أغلب الأشخاص ما يسوون ولا شيء منها. أغلب الأشخاص فقط يعني يستهلكون الأدوية، وهذا يعني أنا أشجع عليه دائما، أقول إذا أحد يحتاج بالتشاور مع طبيبة يأخذ الأدوية وإن شاء الله تكون فيهم العافية. إحنا لازم نستفيد من التراث الإنساني كامل، المعرفة الإنسانية كاملة، وايد في معرفة إنسانية. الجانب اللي أنا أحتاجه منها أخذه وعليه بالعافية. بس هنالك تحدي إذا إحنا فقط نكتفي بالأدوية الصيدلانية دون أن نكمل ذلك مع أمور لها علاقة بنمط الحياة. لأن أنا لما صادني تصلب متعدد، ما صادني تصلب متعدد لأن أنا كنت أحتاج دواء معين وأنا جسمي ما حصله، مو هذا السبب اللي أنا صادني من أجله. أنا كان عندي تحديات في أكلي، كان عندي تحديات في نمط حياتي، كان عندي وكان عندي وكان عندي، هذا اللي خلى يصير عندي تصلب متعدد. إنزين، منطقيا لكل معلول علة، فإذا أنا لازم أشيل العلة. شلون منطقيا إن أنا أروح أسوي نشاط مختلف تماما، منفصل تماما، والمعلول والعلة هني قاعدين ما حد قاعد يطالعهم؟ لأن هذا المرض الناس تعتقد إنه هو دائم، فلا يمكن إن أنا أزيل العلة. يعني في الذهن في امراض خلاص لازم تعيش معها، اي يعني ما يوجد شيء تقدر تعمله عشان تغير هذا الواقع. نعم، يستسلم لهذه الحقيقه، اي، وبالتالي ما يبحث عن العلاج الجذري، يبحث عن خلينا نقول تعايش. نعم، مع المرض اللي يعاني منه. يعني اللي هو هذا جزء من المعادله تحتاج تصحيح. نعم، يعني انا شخصيا لا اوافق ان في اي مرض دائم، ما أعتقد. أولاً هو يعاكس فكرة رحمة الله المطلقة وأن لكل داء دواء، وأيضاً لأن في الكثير من الحالات المثبتة علمياً والموجودة في الجورنالز الطبية حق اللي يسمونهم spontaneous remissions أو يعني spontaneous healing، اللي هو التشافي الجذري اللي ما له أسباب معروفة. هي حقيقة لا أسباب، هي غير معروفة لنا. فهنالك زاوية من العلم، هنالك زاوية من الحياة
فيها تلك الزاوية يمكن تشافي هذه الأمراض. إحنا يمكن الحين ما نعرفها، قد نعرفها بعد 50-60-100-200 سنة لا أعرف، لكن أنا لا أقبل حقيقة بأن هنالك اعتلال دائم إلى الأبد. أعتقد هنالك اعتلال دائم إلى الأبد حسب معرفتنا اليوم. ويمكن هذه تفتح لنا أفق إن أنت يعني عندما تصاب بعارض ما، سواء كان في صحتك، سواء كان في حياتك الاجتماعية، في أي كان، يمكن هو لفتة من الله سبحانه وتعالى أن أنت عليك مهمة البحث عن هذا الشيء. نعم. فلأن يعني مثل ما احنا نقول في كثير من الأمراض وجد يعني الشفاء أو العلاج إليها مو من أطباء، من مصابين. أو من ابنه كان مصاب، أو نعم. ابنه كان وهم ليسوا بأطباء. نعم. وإنما الحاجة يعني وما قدر يعالج ابنه، بس قدر يعالج ملايين أطفال العالم. فحقيقة هي يمكن دور يعطى نعم. إلى الإنسان من 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 الله سبحانه وتعالى في وقت ما، يعني ما لا نقول إن الله يصيب الإنسان بالمرض وإنما هي ظروف، لكن هي الفرصة أعطيت لهذا الإنسان حتى يجل أو يصل إلى الغاية أو نعم. العلاج أو اللي وصلتي فيه. لا يوجد مرض لا يوجد إليه علاج، وهذه وصلت إليك من رحلتش، يعني مو خلنا نقول قم نايمة وقعدتي من النوم وقلتي إنه والله ما في مرض دائم، وإنما كل مرض ممكن تقتلع جذر. فهذه النتيجة بحد ذاتها. بس أبي أوضح حنان إذا تسمحين لي، أنا ما أقدر أوقفيني وأدعي أني أنا تشافيت من التصلب المتعدد، لأن لا يوجد هنالك اختبار أنا أسويه وبعدين بموجب هذا الاختبار تكون نتيجة بأن واحد تشافى أو لم يتشافى. لا يوجد مثل هذا. فيمكن اللي أشاركك إياه هو أكثر لأقول شيء أنا أؤمن فيه أكثر من أنه هو شيء أنا جربته، رغم أن الحين أنا الحمد لله يعني ما أحتاج أني أخذ أدوية ولا عندي أعراض. رغم ذلك أنا بعد ما أقدر أقول أن أنا تشافيت من التصلب، لأن ما في أي شيء بحيث أن الجميع يتفق أن مخرجات هذا الشيء يعني أن فلان تشافى من المرض. لكن في الكثير مثل ما قلت موجودين في الجورنالز، وفي عليهم دوكيومنتريز، وفي عليهم كتب. في كتاب وايد انا احب اسمه Spontaneous Remission، اذا احد ممكن يعني مهتم يطالعه. في يعني كيسز موثقه لاورام، لسرطانات، لامراض معينه، لحالات تشوفين الشخص تشافى مباشره. من كذي احنا هني نقول لا نحدد نظرتنا ب أنا أبي أشافي هذا المرض إلا لازم يجي بهاي الطريقة. طيب ممكن بسبب سعة رحمة الله في مليون ألف طريقة ثانية، لكن أنا لما أقول إلا لازم أمشي من هاي الطريق، يمكن ما أنا ما يكون شفائي من هاي الطريق فأظل بدون أي شيء. والطريق السائد هو الطريق اللي خلينا نقول المتعارف عليه. أي. فالأسهل دائماً على الإنسان أن يسير أي. الطريق المتعارف عليه. نعم. دكتورة أنا سألت في عكس هذا التيار، صارت في طريق مختلف. أي. حبيت اني يعني خلينا نقول اسلط الضوء على هذه النظره. اولا كم سنه صار لك من اكتشفتي المرض الى اليوم، وشنو هو الطريق الغير سائد اللي سلكتيه؟ يعني احب كذي ناخذ فكره عن هذا. طبعا انا بدات بالطريق السائد ولا ازال الى اليوم. كم سنه؟ يمكن 3 سنوات 4 سنوات. لا يعني من اكتشفتي المرض. انا التشخيص كان في 2011. اي بس من قبل تقريبا 20 سنة انا بدأ الاعراض عندي. فيمكن 20 سنة انا معاي المرض، بس قبل 10 سنوات، ما 12 سنة ذكرتي، انا كان عندي تشخيص. فطبعا انا وايد ارتعبت اول فترة، وهاي مشاعر يعني عادية، ومشيت في الطريق السائد فترة من الزمن. وبعدين كنت راح اقبل على حمل وولادة، وحبيت اني انا اتجه الى الطبيعي، لانه علشان تعرفين كتب لنا صحه الجنين، اي صحه الجنين وكذا، وهي كلها ارتجالا من عندي يعني. وبس هذا هو، هاي كانت نقطه الوقفه يعني عندي علشان قبل لا اجيب بنتي. بعدين انا ما استمريت على الطريق اللي كنت فيه قبل، لكن بعد خليت روحي في مساحه خطره، لان كنت توني جايبه بنتي الله يحفظها، وما كنت في وارد اني ادور حميات، ولا كنت في وارد اني انا اشوف شنو احسن لي، لاني كنت اول مره اصير ام، كنت وايد مركزه على الطفله وكذي. فكنت في فتره ما قاعده اخذ اي شيء يساعدني، لا اكل صحيح معين يعني، ولا اي شيء ثاني. ففي هاي الفتره تعرضت لانتكاسات.
دكتورة شلون يعني لما قلتي انت الحين في نص علاج يعني قاعدة تخيل وحط روحي مكانك وحملتي او كنتي مستعدة على استعداد ان تنجبين وقررتي تغيرين، شنو الطرق المتاحة وشلون قدرتي تاخذين قرار ما يعني انه بلجأ الى هذا الطريق؟ كيف شكل الطرق هذه او يعني شو بداية الاكتشاف هذا؟ ان هناك طرق مختلفة الى الموضوع. حزتها وايد كان في حمية مشهورة اسمها حمية ويري تيل تيري ويلز عفوا. ذيك الحزة وايد كانت مشهورة. انا اي ولا تزال هي انا اعتبرها من الحميات الجيدة يعني. انا حزتها ما كنت منتظمة عليها بشدة، بس كنت مثل ما اقول اطقطق فيها. لكن كنت اشعر بان اوكي هذا الخيار موجود وهذا الخيار خلني اقول جيد. انا حزتها بوعي كنت اقترح انه هو جيد لانه كان وايد معروف، كان في وايد ناس يقولون بانه ما تحسنوا عليه، فكنت اشعر بان في alternative. فهو في الحقيقه انا كان في بالي اول ما يعني بدات هاي الطريق كان في بالي انه بطالع هاي الحميه بعدين، بس انا ما انتظمت عليها بشكل جيد لانه كان لازم اقطع عليها الجلوتين اللي هو الخبز، وانا ذاك الوقت كنت اشوف ان هذا شيء اشاعه يعني انه ما في احد في الدنيا يقدر يقطع الخبز. اعتقد الكبيرين يشاركون هاي الشغله. طبعا الحين انا خلاص من زمان قاطعه الجلوتين غير مأسوفا عليه اصلا، لكن حزتها ما كنت ادري ان اصلا هذا شيء ممكن. اي فكنت اسوي الحميه كامل وهذا الركن الاساسي مالها ما كنت اسوي، لكن هذا هو كانت بداية. وبعدين شنو صار؟ شعرتي بالأثر؟ لا، لأن ما كان عندي أعراض علشان أقدر أقيس. بعد حبيت يعني قبل لا توصلين في شيء خلينا نقول محيطين الوالدة يمكن زوجك اللي خايفين يعني خلينا نقول من تبعات هذا القرار، شو استقبلوا يعني صبر إن أنت مثلاً بتغيرين المنهجية أيه. مع هذا المرض؟ والله ما أتذكر الحوارات اللي دارت، ما أعتقد أصلاً دارت حوارات على هذا. أنا شخص وايد جاد في قراراتي، فأعتقد يعني أنا حين ما أقدر أتصور شنو كانوا يفكرون، بس أعتقد إن هم افترضوا أني أنا سويت البحث اللي لازم أسويه قبل أتخذ قرار. وأيضاً الفترة اللي أنا كنت أخذ فيها الأدوية كان عندي بعض الأعراض الجانبية اللي ما كانت وايد محبذة، ف يعني ايضا كان فكره ان انا ما راح اختبر هذه الاعراض يمكن ما كانت فكره سيئه. فسويتي هاي الحميه وما كانت افضل شيء توصلتي؟ اي وكنت انتكس لان ما كنت يعني كنت مخلي روحي بلا ولا شيء في تلك. هذه من الاشياء اللي وايد احب اني اكد عليها، ما يصير واحد يقول ما بسوي ذي ولا بسوي ذي ولا بسوي ذي وبقعد بفكر. واحد لازم يفكر ويتخذ قرار قبل لا يقفز من مرحلة إلى مرحلة، يعني هذا وضع مثالي على أساس ما يخلي روحه عرضة في مساحة هو ما عنده دعم. بس أنا هذا الخطأ اللي سويته، ووقتها صار عندي عمى جزئي، هو عمى جزئي لأنه في عين واحدة يعني هاي العين اليمين تقريبا انطفأت تماما، وكان وبعد كان عندي انفصال. كنت أتذكر أني أنا أسوق السيارة صح لازم نطالع السيارات اللي تمشي، لما أطالع ما عيوني تعورني، فبدل ما أقول ليش عيونك تعورش كنت أحني راسي تماماً. حتستخدمين عينك؟ إي يعني إنزين على الأقل أستوعب إنه إذا أنت يلا ما تقدرين تحركين عيونك ترى هذا يفترض إنه وقفة. بعد لا زلت في تلك اللحظة كنت أعاني من موضوع الانفصال هذا، وش كثر مؤسف الواحد منفصل عن روحه بعد، مو بعد عن الآخر يعني، واحد عنده انفصال هالكثر من روحه. بس ذيك هني رحت أنا حق واحد من أطباء العيون، وحقيقة فضله على راسي لأن هو أخته كان عندها نفس المرض هذا. هو قال لي ألا فكري في الحمية بشكل جاد لأن جت هاي الاقتراح من طبيب. هني أنا كأن سمحت حق روحي إن أنا أستوعبها بشكل أكبر، وكأني كنت لا أزال أنتظر إذن من أحد يعتبر موثوق أو أثورتي في هذا المجال. وهو مع أنه هو بعد قال لأن تجربة أخته مو لأن أخته كانت ممارسة الحمية معينة ما أدري، بس هو قال لي أنا أختي عندها هذا المرض أنصحك أنه أخذي موضوع الحمية بشكل جاد، مع أنه هو طبيب عيون ما له علاقة. وأنا من لحظتها شعرت أن أحد عطاني الإذن، أو شعرت أن
يقولون كأن عندك blessings من جهة معينة. وهني أخذت الموضوع بقوة. وفي تلك الفترة واحدة من أهلنا البعاد كلمتني وقالت أو كلمت الوالدة إن هي أيضا في أحد من أقربائهم عنده كان هذا المرض وايد كان تعبان، لكن هو دخل على حمية معينة وايد تحسن. هني بديت أنا أنتقل إلى المرحلة الثانية، الاقتناع، مرحلة الاقتناع ومرحلة نمط آخر من الحميات اللي هو كان حمية متجذرة في علم الأطباع، الأمزجة والأطباع. أكيد سمعتيني أقول حار بارد رطب جاف وهاي الأشياء. بهكذي صار هذه إن هي تواصلت معي وقالت إن أنا عندي تجربة، زوجي كذا كذا، وزوجها كان مقعد والآن يتحرك من الأمس. هني طبعا أنا بديت أتعلم منها الحمية، لكن بديت أقرأ. أنا هني بديت أفتحت هذا البحث على مصراعي، وبديت أقرأ وأتثقف وأجيب كتب وأبحاث، ووايد تعمقت وعرفت إن علم الأمزجة والأخلاط ما له علاقة بالجسم، هو له علاقة بالحياة، له علاقة بالكون، شلون أنا أتعامل مع الفصول، مع المجوهرات، مع الأكل، مع الأشخاص، مع تربية يعني حياة كامل. من أغنى وأثرى العلوم حنان، تعرفين أنا وايد قارئة من يوم أنا كلش صغيرة، أنا أقرأ بثلاث لغات، قرأت الكثير، علم الأمزجة والأخلاط والأطباع من أجمل ومن أثرى ومن أعمق ما قرأت. فهي بدأت الحمية الثانية وظليت عليها أيضا مدة طويلة، سنوات يمكن، وكنت مرتاحة. وبعدها ما كنت أنتكس طالما أنا على هاي الحمية، إلى أن صار أني سافرت النيبال. وما أتذكر إذا كانت المرة الأولى أو المرة الثانية، يمكن ذاكرتي تخوني في بعض التفاصيل، لكن أنا في النيبال انتكست وايد، استغربت، لأن أنا أولا على حمية لمدة سنوات، هاي الحمية قاسية وثقيلة الدم، يعني مع احترامي هي ثقيلة الدم كانت. ولما رحت النيبال إنزين كل شيء طبيعي، يعني أنا أشوف إن اللي أنا قاعدة في بيتها تروح الحديقة تقطف أشياء وجيت تطبخهم، أشوف بعيوني البيض تجيبه من الدجاجة، يعني أشوف أي كثر الأكل. إذن ليش أنا انتكست؟ هني صار في عندي وعي بأن في ثغرة كبيرة لا تزال، ومو منطقي إن أنا طالما أنا على الحمية بخير أي ظرف من ظروف الحياة راح يخليني أنتكس. إنزين ألف ظرف ممكن يصير، ممكن أكون مسافرة، ممكن شيء معين ما يتوفر في السوق، ممكن أنا أتعب من الحمية، فشنو اللي لازم أسويه على أساس أني أنا أكون بخير؟ هني بديت يعني طبيعيا دخلت، يعني سبحان الله كأن الله هداني إلى بروتوكول معين حزتها ما كنت أدري أنه حتى لإسم، وهو أني أنا أوقف أطعمة معينة. أكيد طبعا كنت قارئة وكان عندي أفكار من الأدبيات اللي أنا قرأتها، بس أنا اللي سويت أني بديت أسوي شيء اللي يسمى ترميم ارتشاح الأمعاء، ويسمى بروتوكول الاستبعاد والاسترجاع. لهذه المرحلة جت بعد ما استوعبت بأن كان في ثغرة ما كان يجب أني أنا أنتكس. فهني بديت أني أنا أشتغل على هذا الموضوع، قطعت الجلوتين واكتشفت أنه يصير يعيشون بدونه، وايد في خيارات، وهو أصلاً يعني مو أنه أصلاً حتى شيء صعب. وبدأت وهني شنو اكتشفت حنان؟ اكتشفت بأن كون حمية ما جيدة مثل حمية الأمزجة والأخلاط لا تعني بأنها هي الأفضل. الآن لو تسأليني بقول لش ارتشاح حق الأم أس وايد نستفيد من ارتشاح الأمعاء والاستبعاد والاسترجاع. طبعا الأشخاص اللي قارئين يعرفون تفاصيل هاي العناوين، بس أعتقد أن هذه يعني هاي النتيجة اللي أنا توصلت لها، وكله زين، يعني كله ساعدني وكان جزء من التشافي. بس الحين أنا لو يعود بي الزمن كنت مباشرة راح أدخل على ارتشاح الأمعاء والاستبعاد والاسترجاع. نقطة بعد أبي أشاركها، وايد مهم من الواحد يشتغل مع كوتش أو مرشد ما أمكن. تدرين إيش كثر ظليت على الاستبعاد والاسترجاع؟ سنة وتسعة أشهر. عشان بس نوضح ثقافة الاستبعاد والاسترجاع بمختصر، يعني إذا عشان يكون واضح. أي يعني الاستبعاد، يعني أنا أفترض بأن أنا عندي تهيج، يصير عندي تريجر أو تهيج من طعام معين، بس أنا ما أدري شنو هالأكل، أقوم أستبعد مجموعة من الأطعمة المحتملة أن هي تسبب لي تهيج، بعدين أدخلهم واحد وراء الثاني وأشوف تأثيرهم.
يفترض ياخذ الموضوع 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر الحين إذا كلش. أنا ظليت 1 سنة و9 أشهر لأن أخذت هاي الخطوة بدون ما أستفيد من معلومات أحد، فكنت أنتكس وأرجع من البداية وأنتكس وأرجع من البداية. في حاجة إلى وجود كوتش؟ لو كان عندي كوتش كنت موجودين اللي يساعدوني في هذا. إيه موجودين، بس أنا ما كنت أعرف. و بس يعني بس الحين أنا تجربتي وايد تجربة راسخة وقوية لأن مريت بكل التعب. لكن كان صعب، كان صعب. وهني الواحد، هني الواحد يدخل ويمسك مكان من القوة اللي عنده. هني يصير في وايد تزكية نفس، وايد يصير في مفاهيم نفس الزهد والتوكل والصبر، هني وايد يتم تفعيلها. فمن كذي نقول التشافي هي رحلة روحية أيضا، لأنه هو مو بس أني أنا أغلق فمي، لا، هي أيضا المفاهيم اللي أنا قاعدة أفعلها وأنا قاعدة أبتعد عن أصناف معينة. جميل. يعني حددتي عن الكثير حقيقة في اللي قلتي، ويعني أحمد أنوي أوقف على يمكنهم، يمكن ما يسعني الوقت، لكن يمكن بعرج على آخر شيء قلتي وهي المفاهيم ما ذي شو مساعدتش. إحنا عادة لما الواحد يعني يروح لها بنفسه تكون أسهل ما أنها تنفرض عليه واقعا. يعني قلتي استشعبتي الزبد والصبر وكل هذه الأمور، يعني شو كان وقعها عليش وانتي مضطرة إلى الواقع اللي كنت فيه؟ يعني ما كنت تشعرين بالضيق، بالتحسر، خلينا نقول بالتأسف على 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 الواقع اللي انت فيه؟ اي مثل ما شاركتش في البداية مقدمة عن خلفيتي ونشأتنا، يعني التحسر والشعور بالأسى على الذات هذا عمره ما كان من الخيارات. يعني احنا اصلا ما يخطر في بالنا ان، يعني ما يخطر في بالنا ان هذا خيار. اي فكان الطبيعي ان واحد يستنهض عزائمه ويعمل، مو شيء ما كنت استمتع في هاي الرحله، ما اقولش ان هي رحله ممتعه، قاعد استمتع في نتائجها. فهاي الرحله دائما تخليني اقول هي رحلة إيمان ورحلة روحانية ورحلة جسم، لأن وايد أصعب أن أنا أعمل تغيير على مستوى السلوك أني أنا فقط أغلق فمي، لا، كل شيء بالنسبة لي بعدين يصير مغري. فالأسهل أن أنا أصير من داخل، أروض الوحش الصغير اللي داخلي، الجموع في داخلي. وهذا من الأخطاء اللي الكثير يقومون فيها، واللي الكثير من أجلها يفشلون في الحميات. تشوفين وايد ناس يفشلون في الحميات، سواء حميات علاجية أو حميات يعني تخسيس. شعر الحرمان تتكرس وتتراكم فتولد اتجار في النهاية. وبعد لأن قاعدين يسوون هذا الشيء بس علشانهم، وهذا خطأ. ما تتصورين حنان، أنا أشوف أوادم في هاي المجتمع على كرسي متحرك أو أهم ما يشوف، وما يشوف بشكل جيد. الواحد يتصور بأن إذا كنت أنت في هذه الحالة هذا كفيل انه يخليك تستنهض عزائمك اطلاقا. هذا الشخص تشوفينه قاعد ياكل ايس كريم وكعك وما اعرف ايش، انا استغرب اذا انت ما تبي تقوم تمشي. اذا يحط الشخص نفسه في قباله رغباته واهواءه، اهواءه تتغلب حتى على نفسه. هذا شيء وايد غريب. الشخص على كرسي متحرك انا قاعده اشوفه. من كذي دائما اقول اذا ما كان الواحد يعمل من اجل هدف اسمى ما راح يعمل. لازم أنت واحد يكون عنده قضية، لازم واحد يكون عنده هدف، من أجل هذه الهدف يستنهض عزائمه، وإلا علشان روحي ما بيصير، علشان عيلتي وعيالي أقوم بعيالي أقوم بزوجي، ما أخسر زواجي، من تجربتي مع هذا المجتمع مو كفاية. ما يسوون الناس، الناس الوحيدين اللي أنا أشوفهم قاعدين يتغلبون على أنفسهم هم الناس اللي في عندهم مساهمة إنسانية لم يتم تقديمها بعد. إيه وماذا يعني ذلك؟ يعني في عطاء يبون يسوونه لم تسنح لهم الفرصة، في قضية، يعني a contribution yet to be made. اللي أشوفهم حقيقة عزائهم مستنهضهم ناس أشوف إن قاعدين يقدمون حق مجتمعاتهم. الحين أشوف قاعدين يقدمون حق مجتمعاتهم. فكان نقول البذرة موجودة للعطاء. نعم. وهني خلينا ننتقل إلى المدونة اللي صارتي كدكتورة، وشلون كانت هذه المدونة لها دور أساسي في من هي آلاء اليوم وهي رحلة تشافي آلاء. يعني عودة على اللي كنت تكلمين عليه قبل شوي، إنه كان له دور أساسي في استمرارية دكتورة آلاء في هذه الرحلة،
قدرتها وصمودها على هذا الصعوبات. اي وايد ساعدتني هاي المدونه. هي بدات لان كنت انا اسوي بروتوكول معين، في ناس قليلين حواليني كانوا يحبون ان يسالوني شنو تسوين، فما كان منطقي ان انا كل احد اقول له منفصل. بدأوا يزيدون وكان حزتها مشاركه يعني تجارب شخصيه انه والله انا سويت كذي ونفعني او ما سويت، يعني في سكوب او مدى تجارب شخصيه. بعدين صاروا يزيدون وكنت اشعر ان انا في رحله عندي وايد انعكاسات، فبعد ابي اشارك هذه الانعكاسات. هني بديت اسويها مدونه مفتوحه، وكانوا بدات ب 20 30 شخص يعني. وبعدين يعني ما ادري الله بارك فيها اعتقد وزادت بالكثير. شوف يعني عندك الحين ثلاث، بس على خلينا نقول الانستغرام نفسه عندك كأنه ثلاث حسابات. نعم. وكل حساب منهم يؤدي غرض مختلف عن الآخر، بس هم يتقاطعون. نعم. ممكن بس ناخذ فكرة شنو المجالات الثلاثة. نعم، مدونات التشافي هيلينج جورنالز فيها تجربتي والعلمي في هذا في مجال الإرشاد الصحي، لأن أنا عندي كثير شهادات وخبرة في الإرشاد الصحي اللي هو الهيلث كوتشينج، لأن إحنا أغلبنا يدري بأنه لازم شي يسوي، الكل يدري إنه لازم ما يأكل سكر ولازم يعدل النوم واليقظة والعيلة، الكل يدري يخفف توتر وإلى آخره، بس ما حد يدري شلون. فالإرشاد أو الهيلث كوتشينج يجي يأتي في الجانب الآلية، كيف أخذ هاي المعلومات والشيء اللي أنا أبي أسويه بغض النظر أنت شنو أهدافك شلون تحطينها في حياتك. فهذه الثغرة اللي إحنا نغطيها، فمدونات التشافي تحوي انعكاساتي رحلتي والمعلومات اللي أنا أشاركها في هذا الجانب. مدونات الوعي اللي هي المفضلة عندي، يعني أنا كأني أم عندي طفلين وأنا متحيزة بشكل واضح حق مدونات الوعي. وإيه أقدم؟ لا، مدونات الوعي أجدد، لكن مدونات الوعي أتناول فيه الجانب الطفل المدلل، الجانب الروحي والذهني، لأن هي رحلة تشافي كينونة. وعين هي خلاصة؟ ربما نعم. يعني بيك الأول المدونة الأولى هي حقيقة مثل ما أنت قلتي هي شيء تقني، شيء يعني علم معين يوصل، أما الآخر هو نتيجة دكتور آلاء. نعم. هي من أنت اليوم بخلاصة التجارب، بخلاصة الرحلة الطويلة اللي قضيتها. نعم. أكيد مع الزكاة مختلفة يعني أقدر أتخيل، لأن نعم. أيضا الروح اللي فيها مختلفة. نعم نعم، أنا وايد أحبها وايد قاعدة نسوي عليها مبادرات لطيفة وحلوة، والحمد لله يعني التجاوب أيضا من الآخرين وايد حلو. وبعدين في عندي هيلينج جورنالز 1 اللي هو صاير أكثر حاليا، راح يصير في توجه عليه مختلف، راح نركز على الأمزجة والأخلاط على الأغلب في ذلك الحساب، علشان نتكلم عن يعني حتى الجانب الصحي المرتبط بالمرض يكون فيه جزئين، الجزء المرتبط بالأمزجة والأخلاط والأطباع، والجزء المرتبط بالجانب اللي أكثر العلاقة بالحمية المناعية والاستبعاد يعني هاي الجوانب الأكثر متداولة، فيصير فيه لأنك هاي لجمهورة وهاي لجمهورة. دكتورة شنو هي الصعوبات اللي واجهتيها بهذا الطريق؟ يعني خلينا نقول بهذا الرحلة بهذا الخط، الصعوبات سواء كانت شخصية، صعوبات كانت من المحيط، المجتمع، شنو نوعية طبيعة هذه الصعوبة؟ أي طرح تقدمينه موجود ما له قيمة، لأنه هو موجود، مو ما له قيمة بمعنى أنه هو ما يفيد أحد، لكن هو لا يضيف إلى المجال. إذا جئت تطرحين طرح مختلف أو جديد لمجموعة أو ديموغرافيك معينة، لا قيمة لأنه هو جديد ويفتح بعد ومفيد، بنفس الوقت يحفز ردة فعل مشاعرية عند الآخرين لأنه هو جديد. ففي كثير أشخاص وايد راسخين في قناعاتهم، صعب عليهم حتى يتعايشون مع فكرة أن في أحد يطرح شيء آخر وقاعد هو يسوي بروحه لحاله، يعني مو أنه حتى قاعد يدعو له أو يفرض أحد عليه هجوم، فممكن يكون في تعاطي هجوم. ولو أني أنا ما بستخدم هجوم، يعني مش حقيقة، في بعض الأشياء أنا أحطها أدرن هي مثيرة، مثلا معنى الحسد، في واجد ناس يقولون أنا عندي مرض تصلب متعدد لأن في أحد حسدني وطالعني وأنا صرت، فأنا هني أجي أقول يعني مو بهالطريقة، ما لها علاقة. أو في أحد يجي مثلا عنده، يعني أنا بعض المواضيع أدري إن هي ممكن تكون شوية، بس أنا أطرحها لأن هي لازم تنطرح، وأغلب المواضيع مو بالضرورة إن هي في هجوم، بس إنه ياخذ وقت لما الناس تعتاد عليها وتقبلها. الناس اعتادت، يعني
وقاعدة المتابعين عندك تزداد يوم بحيوم تعليقات إيجابية جدا مثل ما أشوف، يعني في شريحة كبيرة قاعدة تستفيد فعلا قاعدة تستفيد، يعني سواء كانوا على مستوى الوعي اللي هو الناس بشكل عام أو على مستوى المصابين بالأمس. نعم. يعني هل مثلا في تواصلش مع المصابين شفتي نتائج جميلة، ناس استفادوا، وشنو ضاف لش حقيقة هذا من مشاعر من إحساس لما تشوفين هذه التجارب؟ أي واجد وايد حلو، لكن هي حقيقة رحلتهم الخاصة، فأنا من يعني أنا أطالع نجاح بس هي رحلتهم، بس أنا بعد أحب إني أقول ما نشوف وايد أشخاص يلتزمون باللي لازم يسوونه، لأنه صعب. مع الأسف هو مو صعب، يعني هو الموضوع رأس مال إني أنا أغلق فمي. أيوة هذا من أكثر الأشياء الصعبة لكثير من الناس، هي شهوة الجوع. بس هني شوف هني من كذي أنا دائما أقول الواحد اللي يبي يسوي تغيير يروح يتعلم التغيير من الأماكن الصحيحة اللي تعلم ذلك. الحين نشوف الأغلاط بسيطة، التغيير يحدث على مستوى السلوك والبيئة. أشيل الأكل السيء من مطبخي، إنزين لون عزمت أو أغلق فمي. أطفالي إيه؟ شو تتعاملي مع بنتش مع تغيير يعني إذا هي تشوف وتحب مثلا صغيرة يعني أتوقع أي، فهل دخلتي بعض التجارب مع تغذيتها مع ولا لا؟ يعني طول ما هي طفلة فتخليه تخذها وحطها. واحدة من الأشياء اللي صارت في بيتنا بعد ما أنا صار عندي التصلب، وهاي الوالدة الله يحفظها سوت هاي الشيء، إن هي غيرت جودة الطعام في البيت كلها على بعضها. فالحين يعني الطعام اللي يجد طريقه إلى منزلنا يعتبر جيد. وايد في اهتمام على مثلا الأشياء اللي تساعد، كيفر، كمبوتشا، هاي النوع من الأمور، مخمرات. بس أنا ما أقولش إن أنا سعيدة 100% أو إن يعني هي مثلا إن ياسمين تأخذ خيارات أنا أحبها 100%، لا. بس من ناحية أنا قاعدة أحاول أجد نقطة الاتزان هذه، إن ما أسوي لها ردة فعل ولا تشعر هي بالحرمان، وبنفس الوقت نتخذ خيارات جيدة. وأنا في شد وجذب يعني مثلا مع ما تبي تلقطين بعد بشكل مبالغ وبعدين تصير صعب عليها أنها تتقبل. أي فنعم. بس أكيد هذه المحاولات لها أثر وراح إن شاء الله تثمر في المستقبل، يعني اللي يأكل عياله شيء جيد حتى الخيارات المتاحة فيه من الأسوأ إلى الأفضل، فالمدى اللي بيناتهم جدا واسع. نحاول بقدر المستطاع نلتقي الأفضل والأجود. وهاي نقطة وايد مهمة ذكرتيها حنان، وأعتقد أن المشاهد زين يركز عليها، أن مو إذا أنا ما عندي سيطرة 100% على الوضع أقوم ما أسوي شيء. صحيح. اللي أقدر أسوي جهد محمود أكيد راح يأثر. أي يعني الكلام لا يجد يعني خلينا نقول نهاية جميلة. وإحنا حبيت بس آخر شيء أسلط الضوء على شنو شيء تحبين تقولينه إلى المشاهد، يعني سواء اللي مصاب أمس، مصاب بمرض آخر، اللي عنده صعوبات في حياته اليوم، كامرأة يعني شقت هذا الطريق ومشت فيه 11 أو 12 سنة وها أسبق بعد، ومو أكيد ما كان الأمس التحدي الوحيد في هذه 12 سنة. صح. شنو تحبين تقولينه؟ يعني خلينا نقول يعني حصيلة 12 سنة تجارب. أيوة. حتى لو كانت بشيء بسيط، شو تحبي؟ كل معلول صح له علة، فدائما نأخذ بالأسباب الصحيحة وما ننسى بأن الجسم ولو بدت أعراض مرضية على جسمي مو بالضرورة منشأ المرض فقط ينحصر في جسمي. أغلبنا عندنا تحديات في الجانب الإيماني. أنا شخصيا وايد استفدت لما اشتغلت على هذا الجانب. ما راح أطول عليك بس أبي أشاركك. هو كان بالنسبة لي أنا لو تسأليني أنا شنو اللي سبب عندش هذا المرض بقول ليش إن أنا أخطأ على مستويات مختلفة، لكن خواء وفقر كبير كان عندي في الجانب الإيماني، وأغلبنا يعاني من ذلك لأنه لا يعرف من وين لازم يروح يجيب الإيمان بالله. نخطئ ونعتقد بأنه هو يعني it bubbles up، يتكون بروحه إذا نسوي العبادات فقط، أو إذا نروح مثلا مجالس معينة، أو إذا نقرأ كتب معينة. هو تجربة داخلية، لازم هو رحلة. إيه أنا لازم أنا أخذ خطوات، لازم أخذ تجربة.
اللي حدث معي أنا، إذا بتسأليني آلاء أنت شلون عالجتي هذا الموضوع، طلبته من الله وقلت حق الله أنا أدري إن أنا عندي تحدي وما أدري من وين يجيبونه، يعني أنا ما أدري من وين أروح أجيب الإيمان ولا شو أسوي، I don't know. فهو يعني بلطفه ساق لي مشروع معرفي. لما بديت أشتغل على هذا المشروع كان فيه الكلام اللي أنا كان لازم أسمعه. فدائما أقول لأي أحد، أنت لكن ممكن يجيك الجانب اللي تحتاجه من مكان آخر، فواحد يطلب من الله بنية واضحة أنا أبي أشتغل على هذا الجانب، يسر لي وساعدني ثم يسعى. إذا هذا الخواء لم يتم ملأه بطريقة صحيحة، أي شيء أحطه كأني أنا قاعدة أحط طوب على لا شيء، يعني ما في أساس، كأنه وايد صعب. فإذا هذا الجانب لكن ترتب، سبحان الله أشياء واجد تبدي تتعدل. التحدي الوحيد ان احنا ما ندري من وين نجيبه او شلون نحصل عليه، فمن كذي يعني انا الحل الوحيد اللي اقدر اقوله اطلبوا من الله ييسر لكم اللي انت تحتاجه من وين ياتي لك. جميله رفقه، وجميل يعني شلون عرجنا على هذا الجانب. يبدو ظاهريا شنو العلاقه باللي قلناه، بس هو كان خلينا نقول هو اساس كل شيء. نعم، لما اوطد هذه العلاقه تفتح لي ابواب كثيره. نعم، وتخليني اشوف اللي ما كنت اقدر اشوفه في سابق. أي من كذي أنا أحد يجي يقول لي دكتورة شنو آكل شنو أشرب، أملك ما له علاقة، حلو شنو تأكل شنو تشرب، بس هذا يعني حقيقة جزء، يعني هاي بس رأس الهرم. هو بس أنت علشان توصل حق رأس الهرم أيضا لازم تبني من تحت إلى فوق. مو يعني لا أستسهل هذا المجهود ولا أقول إنه هو غير مفيد، بس هو حقيقة ملف من عدة ملفات، وهذا من الأسباب اللي ناس تدخل على حميات وما تحصل نتائج، لأن هي ما تسوي ولا شيء من الأشياء، تغير الأكل والشرب فقط. بشي 20-30 عامل أنا لازم أشتغل عليهم، بس بالتدريج واحد ورا ثاني. ملخص تصعيب الموضوع بقدر ما هو أن ننظر إلى الحياة أن هي بشموليتها أكثر من ما نركز على فقط شنو أكلت وشنو شربت أو شنو تناولت من دواء أو شنو. نعم، هي أشمل من ذلك. والخبر السعيد إن اللي بس يأكل ويشرب وما يتحسن هذا خبر سعيد، لأن هذا يعني بأنه هو يدري بأن ترى في عندي وايد أشياء أنا إذا غيرتها ممكن أتشافى، فأنا عندي هنا احتمالات مفتوحة. يعني لا يسعني إلا أقول شكرا جزيلا على هذا الثراء المعرفي دكتورة، وبصراحة يعني غنية الحلقة بالمعلومات وبالروش والجمال اللي ضاف، وشفنا رحلة مشوار جميل جدا في التشافي والإلهام. يسمونش البعض ملهمة الأنس، أنا ما أدري هالمعلومة. شكرا. جميل صراحة، والله إن شاء الله يوفقش ونجاحاتش أكثر وأكثر وإلهامش يزداد، والناس ترشد إلى هذه المداومة وتستفيد منها، سواء كانوا مصابين أو لم يكونوا كذلك. إن شاء الله. شكرا جزيلا، أنا وايد ممتنة جدا واستمتعت في هذا الحديث. من أيضا شكرا جزيلا. شكرا لك.